مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات رئاسة الجمهورية، الحدث الأبرز في الفترة القادمة، لأن بعد انتخابات دي مصر هتدخل مرحلة جديدة، مرحلة تتطلب البناء والتنمية. وطبعا ووسط طموحات وأمال المصريين في تحقيق غد أفضل، ماذا يريد ويتمنى المواطن يا ترى من الرئيس القادم؟ يلا بينا نشوف. فتحت السفارات المصرية في الخارج منذ ساعات صناديق الاقتراع أمام الناخبين في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام على أن تبدأ الانتخابات في الداخل خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر. من المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية حال حسمها بالجولة الأولى في 15 ديسمبر، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 10,085 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بجانب مقار السفارات خارج مصر. وعلى مدار أسابيع شهدت محافظات مصر والجاليات في الخارج منافسة بين 4 مرشحين من خلفيات وتوجهات سياسية مختلفة، وهم السيد عبد الفتاح السيسي والذي حصل على رمز النجمة، وفريد زهران والذي حصل على رمز الشمس، والدكتور عبد السند يمامة رمز النخلة، وحازم عمر رمز السلم. مشاهدينا اسمحوا لي ارحب بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال الكشكي، رئيس تحرير الاهرام العربي وعضو مجلس امناء الحوار الوطني. اهلا استاذ جمال، منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. بنقترب طبعا في مصر من الحدث الابرز وهو انتخابات رئاسه الجمهوريه، عندنا 4 مرشحين بتنافسوا على المقعد وسط يعني اجواء سياسيه ملبده بالغيوم وهي الحرب على غزه. كيف تقرا المشهد السياسي في ظل هذه الاجواء؟ يعني مصر دائما يعني بتبني نفسها في وقت الأزمات، يعني وأنا يعني السؤال ده مهم والسؤال مطروح في الشارع، لكن خليني قبل ما أخش في السؤال أو في إجابة السؤال نفتكر مع بعض في 1952، يعني ده أنا بدلل على فكرة إزاي مصر في وقت الأزمات بتبني نفسها، وكان الحصار الغربي ومصر رغم ذلك تخش وتعمل الألف مصنع والخطة الخمسية وتبني، تيجي حرب 67 مصر تلم نفسها وتبني كوادرها وتتسلح وتجهز لحرب 73، يجي حتى يعني وتنتصر في 73 وتعمل النصر الأعظم طبعا، وتيجي حتى في 77 في اتفاقية السلام تتخذ خطوة فيصبح السلام هو الخيار الاستراتيجي في كل مكان. وبالتالي هنا مصر في وقت الأزمات لا خوف عليها، ده قولا واحدا. والتجارب وحتى لو ده في الماضي نفتكر مع بعض، وكنا مع بعض في 30/6 مش كده ولا ايه؟ في ثورة 30/6 العظيمة، وازاي المصريين قدروا يبنوا الدولة ويستردوا الدولة المختطفة مرة تانية وإيد واحدة، وفي الشارع شفنا المظاهرات والوقفة، وما كانش حد يقول لحد اطلع عشان تعمل كذا أو ما تطلعش. هو المصري التكوين الوجداني للمصري في اللحظات الصعبة بيتحرك لوحده، خدي بال حضرتك، لأنه المصري يعني وطني بالفطرة، واللحظات الصعبة تلاقيه بيلتف حوالين الدولة وفكرة مفهوم الدولة. وبالتالي هنا الكلام في هذا السياق كلام كتير جدا، وأنا شخصيا ليس لدي يعني سوى التأكد واليقين الكامل في التفاف المصريين حول الدولة المصرية في أي أزمة من الأزمات، وحفاظهم على مؤسساتهم الوطنية، لأن دي هنتكلم فيها بالتفصيل. لكن هنا لما نتكلم بقى اتساقا مع ده ونشوف لحظة الانتخابات الرئاسية الموجودة دلوقتي اللي تزامنت صدفة مع أحداث غزة، بس طغى المشهد في غزة على الدعاية الانتخابية للمرشحين، حتى أن يعني حملة المرشح عبد الفتاح السيسي قالت أنها هتخصص معظم أو ربما كل الدعم الخاص بالحملة لصالح فلسطين.
يعني فيما يتعلق بده كان المستشار محمود فوزي رئيس الحملة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عقد مؤتمر وأكد على ده وأكد على توجهات المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بأنه ترشيد النفقات يعني وإرسالها وتقديمها لأهالينا في غزة والأشقاء في فلسطين وغير ذلك. حتى يعني وأنا بسجل مع حضرتك دلوقتي يعني كان في بعض التصريحات للمستشار محمود فوزي بيؤكد على انه خلال الفترات المقبله او خلال الايام القليله المقبله سنسمع عن يعني مساعدات كبرى لان كل مسارات ونوافذ التبرع بالاموال او المساعدات للحمله سيتم توجيهها لمسار جديد لغزه. وبالتالي هنا يعني مش هنقول ان الاحداث طغت، الاحداث مهمه، لكن مصر كدوله مسؤوله على اساس ان مصر قياده وشعبا الحقيقه. ايوه مصر كدوله مسؤوله مع الشعب الفلسطيني. مصر كدوله مسؤوله وكدوله وازنه ودوله حقيقي صاحبه بصمه في الاقليم والمنطقه والشرق الاوسط، يعني هي دوله الفعل مش رد الفعل. لانه ياما مرت باحداث كبرى وعبرتها. خد بال حضرتك مهما بلغت حجم المطبات ونقرا التاريخ ونشوف، يعني مصر تعبر دائما وتقفز الى الامام لانه هي قائمه على فكره الموقف الشريف الصادق الوطني. وبالتالي هنا لم تنتظر انه اي حدث سواء في المنطقه او الاقليم يعرقلها، لانه حتى موقفها من القضيه الفلسطينيه ده موقف ايه؟ موقف مصري، دي القضيه المركزيه بالنسبه للدوله المصريه. وانه يعني استقرار الأوضاع في فلسطين هو جزء من استقرار مش بس مصر، بس مصر ترى أنه استقرار في الشرق الأوسط بشكل عام. وبالتالي هنا هذه القضية التاريخية المركزية الراسخة في مفهوم ووجدان المصريين هي جزء من يعني الاستقرار في مصر والاستقرار في المنطقة والاهتمام، وليس جديد. وبالتالي هنا يعني خلينا اقول لحضرتك انه ده بياكد. طب ايه اللي تابعناه؟ ايه اللي تابعناه؟ خلينا نطرح سؤال، هذه الاحداث تقول لنا ايه؟ تقول لنا كناخب مصري وكمواطن مصري ايه؟ من الرئيس الذي تختاره؟ انا لا اذكر اسماء، المواطن يختار زي ما هو عايز، انا بقول معايير. من الرئيس المناسب لمثل هذه الاحداث؟ الله، ده انا الامن القومي بتاعي مهدد، الأمن القومي العربي مهدد، الأمن القومي الإقليمي مهدد. يعني أحداث متلاحقة وسريعة ومتغيرة. طب مين اللي يقود؟ من يمسك بعجلة القيادة ل 105 مليون مصري في ظرف؟ لا، احنا الظرف لازم نشوفه عامل ازاي ونشوف الأوضاع في مصر عاملة ازاي. ربنا اداها نعمة الجغرافيا وسلطة التاريخ، وبالتالي بحجم هذه النعمة، بحجم هذه المسؤولية، بحجم التحديات. انت بتتكلم مش بس غزة، يعني الانتخابات الرئاسية لم تأتي فقط وغزة مشتعلة او في حرب على أشقاء الفلسطينية، طبعا الحدود انت في الجنوبية والحدود الغربية، في الجنوب السودان، في الغرب ليبيا. وبالتالي انت امام حزام مشتعل. الله، طب هو فين الدولة؟ فين الدولة اللي تقعد وسط مثلث مليان بالنار والقنابل والمدافع وفي نفس الوقت ايه؟ انت يعني بتساعد كل الشعوب، مش بس بتحمي حدودك، لا، او بتدافع على استقرار، لا، ده انت بتتعامل مع كل الشعوب الثلاثة على انهم شعوبك. يعني سواء في السودان او في ليبيا، الاشقاء في فلسطين ليهم زاويه ثانيه نتكلم فيها، وده على فكره بيجاوب على سؤال مهم جدا، ليهم خصوصيه نتكلم فيها الاشقاء الفلسطين، لانه احنا مش عايزين القضيه تتصفى، هم مرحب بيهم في اي مكان في اي وقت طبعا، لكن يعني خروجهم من ارضهم ده تنفيذ للمخطط لتصفيه القضيه. وبالتالي هنا
ال 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 هذه التحديات تقول ايه؟ تقول طب انا محتاج شخصيه اولا تليق بحجم الدوله المصريه. ده صحيح. طب قولا واحدا، على كلام حضرتك نزلنا في الشارع وسالنا المواطن ماذا يريد المواطن من الرئيس القادم. اسمح لنا نشوف قال ايه ونرجع نعلق. نتابع. والعودة للمصانع والإنتاج، حل المشكلات وتطوير العشوائيات زي ما كان بالفعل موجود أثناء الفترات اللي فاتت، وأن يتم أكتر النظر للشباب والتطوير ليهم منظومة أفضل، تطوير المدارس لأن المدرسة دي شيء طبعا مهم جدا لأطفالنا وأولادنا، الاهتمام بالمنظومة الطبية كمستشفيات وكوحدات صحية وكتأمين صحي ككل، منظومة طبية ككل، الأزمة الاقتصادية، النظرة للشباب تمام، الرقابة الإدارية على كل الهيئات الحكومية بقدر الإمكان إن شاء الله يقدر بإذن الله نعدل الاقتصاد بتاعنا ونكون في مصاف الدول المتقدمة، واهتمام بالشباب بالمشروعات الصغيرة بتوفير العملة الأجنبية. الواضح طبعا من الكلام ان الناس مؤمنه ان في ما تم بناؤه على ارض الوطن بالفعل، ويريدون من يريد او الرئيس القادم يضيف يعني على هذا البناء مش يهد ويبني. يعني مصر لم تحتمل رفاهيه التجريب مره ثانيه. خدي بالك، يعني احنا مش ما فيش رفاهيه ولا طرف التجريب على الاطلاق. الاخت اللي اتكلمت في التقرير وقالت احنا مش عايزين نرجع ل 2011. صحيح. هو لازم نرجع في الحلقه انا وانت دلوقتي لنتكلم في 2011 وما ترتب عليه ما الله. انت بتتكلمي في ايه؟ بتتكلمي في نتائج وتداعيات الحقيقه نفكر نفسنا ببعض، لانه احنا يعني نسال هل كان في امن وامان بعدها؟ كان في حد قادر على انه ولاده يروحوا المدارس لوحدهم حتى يركبوا باص يمشي بيهم؟ هل حد كان يعني قادر يقاوم السرقه والنهب والتخريب والفوضى والقتل والعنف؟ طب مش هي دي مصر؟ مش هي دي الثقافه المصريه؟ واحد. اتنين، هو الحجم الارهاب اللي عشناه ونجحت الدوله المصريه بانها تخلص عليه في سيناء وفي كل يعني اينما حل في 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 اي مكان في مصر، ونجحت بفضل الله الدوله المصريه وقواتنا المسلحه والشرطه في اجتثاث هذا الارهاب من جذوره، وبالتالي ده كان هيعمل ايه في مصر؟ كان هيعمل ايه؟ خلينا بس نقف ونتامل ونشوف المشاهد دي كانت شكلها ايه. الله، السنه اللي حكم فيها الاخوان الجماعة الإرهابية حكمت مصر خلال عام، خلينا نشوف يعني الأبواب التي فتحت للجماعات الإرهابية والتنظيمات والميليشيات من كل حتة في العالم، ودخلوا مصر وقعدوا في سيناء وتابعنا وشفنا، والتمن اللي اتدفع من أهالينا ومن أهالي الشهداء وإلى آخره لكي تبقى الدولة المصرية. طيب يبقى انت عندك انفلات امني، عندك ارهاب متوحش، عندك دوله وقفت على حافه الافلاس، يعني تراجع الاحتياط النقدي لدرجه انه دوله تصنف من الدول المفلسه. اربعه، انه اصبحت يعني انت لما ايضا مريت باوضاع صعبه جدا، ولما جيت خلال عام تخطف من حكم هذه الجماعة، تخطف الهوية، هوية الدولة المصرية، وتطمس تاريخها وتغير ملامحها. الدولة نفسها رفضت. خد بال حضرتك، الدولة نفسها رفضت، الدولة بمفهومها العميق بمفهومها الشامل، لأنه هنا مصر دي هي اللي سيئة التاريخ. مصر جاءت ثم جاء التاريخ. خد بال حضرتك، احنا بنتكلم عن دولة مش لا دولة قوية في الإقليم في المنطقة في العالم، وبالتالي ما كانش مطلوب إنها تستقر،
و 2011 راح لمصر ليه؟ لأنه باختصار كده وببساطة اللي معاه مفتاح مصر يبقى معاه مفتاح الإقليم. اللي يملك مفتاح مصر يملك مفتاح الإقليم، وبالتالي هم يعلمون تماما إنه هذه المخططات اللي كانت نفذت في 2011 كان هدفها إنه الدولة المصرية تنهار، وبالتالي كل المنطقة العربية تنهار عندما يسيطر أو تسيطر هذه الجماعة على مصر. فمن السهل جدا أنها تمسك بتلاليب الإقليم بالكامل قولا واحدا، لأنه أنت هنا أمام يعني تميز وتفرد في التاريخ والجغرافيا، وتكلم عن مش هكرر الجمل التقليدية لكنها عمق الأهمية، أن 7000 سنة حضارة، أيوة، أن مصر الثقافة، ومصر هقول يعني أنه مصر نجيب محفوظ، مصر أم كلثوم، مصر العقاد، مصر توفيق الحكيم، مصر حتى في السياسيين، في شخصيات ثروة عكاشة، صبحي وحيدة، شخصيات من الشخصيات الجميلة في مصر اللي بنت مصر. وأنا حتى لا أنسى أحد، ولكن في السياسة وفي الثقافة والاقتصاد. وبالتالي هنا أنت أمام الحاضر وأمام الحضارة وأمام التاريخ وأمام القوة الثقافية اللي بتبني الدول. العالم شايف ده كويس جدا، وشايف مصر أهميتها إيه في على الخريطة. وبالتالي هنا كان الهدف في 2011 أنه تهتز وتصب بعاهة مستديمة في 2011، لأنه مش مطلوب إنها تجري طول الوقت. لكن مصر نجحت وواجهت الصعاب، بس من حين لآخر بقى في مطبات حلوة صناعية، لكن هي تجاوزت الأصعب. ما هي للناس اللي مش عايزانا ننجح، ما هو ده أصل ده موجود طول الوقت. أنت أول ما تطلعي تتشد مرة تانية، خدي بال حضرتك، دي موجودة في مشروعات، موجودة من خديوي إسماعيل لجمال عبد الناصر، وصولا إلى تجربة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلينا نقول إزاي نحصن هذه التجربة ونتكلم فيها، ممكن عايزة يعني وقت. ولكن هنا مصر رفضت إن الدولة تختطف، والدولة الحنين الوطني، الحنين الوطني، أكمل الجملة عشان تبقى واضحة، الحنين الوطني نده أبنائها المصريين ومؤسساتها الوطنية وقال لهم اتحركوا. ليه؟ لاستعادة الدولة. أنا مش بقول كلام قديم ولا إنشاء، بقول إن الخطر مستمر وإن الخطر بيتجدد وبياخد أشكال مختلفة. وبالتالي النداء في 2013 لابد أن يكون مستمر، لأنه هو اللي جاب ورجع الدولة الوطنية، وهو اللي بيقول لنا أن المصريين بيبنوا بلدهم دايما في وقت الشدائد. طيب هنطلع بفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك، فاصل ونعود. اهلا بكم من جديد. مره اخرى برحب بضيفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجله الاهرام العربي وعضو مجلس امناء الحوار الوطني. اهلا بك معانا. اهلا وسهلا مره اخرى استاذ جمال. يعني توقفنا قبل الفاصل على اراء المشاهدين وماذا يريد الناس او المواطن من الرئيس القادم. البعض تحدث عن الصحه والتعليم، البعض تحدث عن الامن والامان، البعض تحدث عن الرقابه على الاسعار، الاقتصاد في الفتره القادمه، التركيز على المصانع والإنتاج، وأيضا يعني استكمال ملف العشوائيات. يعني الحقيقة أنا من خلال متابعتي كده وقرأتي للبرامج المرشحين، يعني الأربعة الحقيقة أو الثلاثة، لأنه أنا متابع برنامج المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي من خلال الحملة، من خلال يعني تصريحات المستشار محمود فوزي طول الوقت اللي هو رئيس الحملة. يعني خلينا أقول لحضرتك أنه المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي حازم عمر، أنا الحقيقة لقيت القاسم المشترك أنه يعني في حاجات حيوية وثابتة تتعلق بالصحة وتتعلق بالتعليم وتتعلق بالاقتصاد والأسعار، ولا أحد يستطيع أن يغفلها. وأنه يعني
يعني طبعا تباينت وجهات النظر في عرض الحلول وتقديم الحلول وحل المشاكل والأزمات، لكن خلينا أقول لك أنه يعني لا يمكن أنه يعني دي مهمة صعبة طبعا، لكن ده الشغل الشاغل للمرشحين الثلاث. فيما يتعلق بحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الحقيقة أنه أنا بشايف أنه الحملة بتؤكد على أنه يعني إحنا أمام تجربة وأنه ما حدث خلال تولي السيد الرئيس في الفترات الماضية من إنجازات على أرض الواقع يتحدث. وأنا شخصيا أرى أنه يعني حجم الإنجازات التي تمت خلال تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة قيادة الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، يعني في الحقيقة ده لا يقاس باقتصاد ولا بصناعة ولا 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 بمشروعات، ولكنه يقاس بالحفاظ على وجود الدولة. وجود الدولة يعني الإنجاز الوجودي للدولة الوطنية ده مكسب لا يضاهيه أي مكسب، لأنه هنا التحديات وهنا الوقفة اللي تخلينا نقول يا جماعة احنا يعني اللحظة الحالية تحتاج انزل ادي اللي انت عايزه، صوت للانتخب اي حد يعني ليك رغبة في انتخابه كيفما شئت، لا نصادر على رأيك، ولكن انا بتكلم في المطلق بشكل عام. الدولة المصرية في هذه اللحظة لا يمكن انك يعني تهزر في قرارات يعني فارقة وفاصلة في استقرار الدولة. لازم وانت بتاخد القرار تبقى وازن وشايف مصر محتاجة ايه في اللحظة دي، مش انت محتاج ايه في اللحظة دي، وانت جزء من مصر وانت مواطن، يعني انت الشعب، والشعب بمفهوم الدولة السياسي شعب وأرض وسلطة، وبالتالي لازم وانت بتفكر تشوف انه طب وانت يعني مطلوب منك انك تشارك ليه؟ تشارك لانه ده حق دستوري، حق دستوري، وفي الدستور هنا الدستور المصري واجب بالمناسبة وجوبي، وهنا مختلف عند ستير كتيرة جدا، واسمحي لي اقرا لك حتى نص المادة يعني من الدستور نفسه، يعني انا جايبه لحضرتك برضه عشان اقراها، تبقى المادة يعني دقيقة جدا. والمادة 87 من الدستور بتقول مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون. خدي بال حضرتك من ايه؟ مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، واجب وطني لاختيار مين؟ لاختيار رئيس الجمهورية، مش كده؟ اختار زي ما انت عايز، احنا اتفقنا، بس كمان لازم اقول ايه؟ والنبي خد بالك من المادة 139 من الدستور بتقول ايه؟ بتقول رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو اللي بيحدده الدستور. يعني كمان احنا بنعرف لك مسؤولية رئيس الدولة، وفي نفس الوقت بنقول لك انه المشاركة واجب وطني. طب المشاركة واجب وطني، انت يعني انت بتكلمني كمواطن وانت قاعد على القهوة وانت قاعد في النادي وانت قاعد في الشغل بتقول لي طب موقف غزة ومصر لعبت دور كبير جدا، وانه الموقف المصري يباهى به قدام العالم، وان العالم كله بيجري للقيادة المصرية والى القاهرة والى الدور المصري، وقفوا معانا وحلوا والى اخره، وانه العالم كله بدأ يتكلم بنفس المفردات والمصطلحات بتاعت الدولة المصرية اللي قائمة على حل الدولتين والقائمة على عدم تصفية القضية الفلسطينية وعدم التهجير القسري والى اخره. طب مصر أثرت، طب انت لما انت عارف قيمة وحجم وصعوبة الموقف من حقك او واجب عليك وفقا للدستور انك تنزل وتشارك.
لازم تبقى إيجابي، لأنه مشاركتك هنا أنت بتبني. أنا تاني بكرر، اختار زي ما أنت عايز، عشان ما حدش يقول أنه إحنا بنوجه حد ولا مش بنوجه حد. اختار زي ما أنت عايز، بس انزل خليك إيجابي، لأنك أنت يعني ما تقعدش في البيت وتقعد مقاطع أو سلبي وفي النهاية تقول أصلي وأصلي وما حصلش وكان يجب وكان ينبغي، وتخش في, 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 في تنظيرات وأنت قاعد بإيه المنظرين على الشاطئ دائما. وبالتالي لا، أنت قدامك فرصة حقيقية لأنك تبقى فاعل، تبقى صاحب رأي، لأنه أنت كمواطن جزء، يعني أنت بالبلد كده مدماك من بناء الدولة. المواطن المصري انت جزء وحائط كبير جدا في بناء الدولة. صوتك بشكل فردي مع صوت الآخر مع صوت يخلق حالة الإيمان الكامل بالدولة والرسوخ الحقيقي بالمفهوم. طب انت ما انت شايف ان الأزمة في المنطقة والإقليم صعبة وانت منحاز مع الموقف المصري 100%، طيب عليك ايضا ان تنحاز مع هذا الاستحقاق الدستوري اللي هو واجب عليك ايا كان صوتك لمين، لكنه واجب عليك. وبالتالي هنا واحد، انت بتاكد فكره استكمال البناء، استكمال بناء الدوله الوطنيه. وافتكر وانت على موعد الانتخابات لازم تفتكر انه يعني اللي وصلنا احنا وصلنا لهذا الاستحقاق ده امر ما كانش سهل. عشان نصل للاستحقاق في المقبل في 1 و2 و3 في الخارج و10 و11 و12 في الداخل، استحقاق الرئاسي ده امر ما كانش سهل. انت امام دولة كانت مهدد وجودها بالكامل، وبالتالي افتكر ان كون ان انت توصل لهذا الاستحقاق فمعناه انه فيه تمن كتير الدفع، تمن كبير قوي الدفع، وانه فيه مجهودات من كل، وانه فيه اشياء بذلت بشكل كبير جدا، وانه يعني طب هل الصحافة بتعمل استبيان لرأي الناس في المشاركة في الانتخابات؟ في مراكز الابحاث شغاله بتعمل ده كتير جدا. وانا يعني انا بقول لحضرتك انه انا ما عنديش يعني صحيح باكد على فكره واتمنى طبعا باكد يعني على انه ضروره المشاركه، لكن يعني انا واثق في الشعب المصري، واثق في المصريين. زي ما بقول لحضرتك في اللحظات الصعبه يلتف المصريين، لانه هنا خدي بال حضرتك واحنا بنتكلم عن الرئاسة، بنتكلم عن غزة، والناس برضو بتتكلم عن الأسعار والاقتصاد. ده حقها والناس عندها أزمة اقتصادية وإحنا عندنا أزمة اقتصادية، بس إحنا جزء من العالم، العالم كله بيمر بأزمات اقتصادية. خدي بالك ده العالم بيغير وجهة نظره تدريجيا تجاه غزة، لأنه في ضغوط من شعبه عليه وهو ما احتملهاش لأنه عنده أزمات اقتصادية. وبالتالي المتغيرات اللي تتكلمي، خلينا نفتكر ما هو احنا بس ايه يعني من الحصافة ان الواحد يبقى عنده مساحات من المنطق والعدل. احنا ما ننساش انه مصر دي دفعت الثمن بعد 2011 مش كده، ودفعت الاحداث 400 او ما يزيد عن 400 مليار دولار تكلفة عام 2011 مش كده. طب ودخلنا بعد كده على كورونا وعلى الحرب الروسية الأوكرانية وسلاسل الإمداد والتأثير الاقتصادي على العالم، وانت جزء من العالم خدي بال حضرتك. وفي نفس الوقت ما ننساش حاجة، انه البلد وهي اللي توها خارجة من 2011 اللي حصل فيها انه كان لازم تعمل حاجات مهمة تبني بجد. وانا الحقيقه مش بتكلم في اللحظه دي عن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لا انا بتكلم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفقا للدستور هو رئيس البلاد، وبالتالي احنا البلد ما حدث بها من عمران، مش معقوله ان دوله مليون كيلو متر مربع تبقى عايشه على 5.7% مش كده؟ توسعات العمرانيه دي مش دوله، انت 105 مليون وعايشين على 5.7%. طب ازاي يعني؟ ما هو ده مش محتمل. وحتى للحفاظ على بلدك او وطنك وحفاظ على امنك القومي انت لازم تتوسع، لانه عندك بيت في العاصمه مش هتدافع عنه اكيد، لو عندك بيت في اي مكان. وبالتالي هنا التوسع هنا من توسع عمران، سكه حديد لطاقه لكهرباء لبنيه تحتيه،
كل ده كان متأخر يا فندم نصف قرن. يا إما تبني دولة زي ما بيقول كتاب علوم بناء الأمم زي ما بيقول، يا إما هتنهار الدولة على الإطلاق. خد بالك، وبالتالي كانت التحدي أكبر. طب هتبني ولا تواجه الإرهاب ولا تسترجع الدولة وتسترد عافيتها مرة تانية؟ الله، هو إيه الموضوع؟ هو أنا يعني أنا أمام حصار رهيب جدا؟ لا، نجحت الدولة المصرية، نجحت الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والانتصار عليه، نجحت في أنها تعمل بنية تحتية، نجحت أنها تعمل إصلاح اقتصادي، نجحت أنها تعمل شبكات من الطرق والسكك الحديدية كمان وانت ماشي في السكة في الداخل. نجحت في حاجة مهمة جدا، إنك إيه بالتوازي وبميزان من ذهب تحسن علاقاتك بالخارج، علاقاتك في السياسة الخارجية، إنك يعني تستطيع في الوقت اللي كان كله واخد موقف منك في 2019 تعمل قمة أوروبية في شرم الشيخ، قادة وزعماء العالم يجوا لغاية عندك. فأنت بالتوازي بتبني في الداخل وفي نفس الوقت بتعمر الدبلوماسية في الخارج. احنا نزلنا الشارع وسألنا الناس عن رأيهم في المشاركة السياسية، فاسمحنا نسمع قالوا ايه. نتابع. صوتنا ولازم ننزل ولازم نشارك عشان مستقبل أولادنا ومستقبل بلدنا واللي احنا بنيناه نقدر نكمله كله. حق الانتخاب ده مكفول لكل الشعب المصري، ولازم أي حد في الدولة ان هو ينزل انتخابات، وأنا بشجع زملائي وكل اللي أعرفهم ان هم ينزلوا يشاركوا في الانتخابات، لأن ده حقك ولازم تدلب صوتك في الانتخابات. مهمة جدا طبعا، لازم كل شخص يشارك، لأن ده العمل السياسي، ده مصير البلد. يجب على الجميع أن يشارك مشاركة فعلية تامة في الانتخابات الرئاسية القادمة، علشان ده حق بلدي عليا وحق ولادي عليا، حق ان انا اختار الانسان المناسب واحطه في المكان المناسب بتاعه. لازم الشعب المصري كله يشارك فيها، لازم كل واحد يحط صوته ويختار الرئيس المناسب لتطور مصر. هو شيء ايجابي طبعا، عشان ده من حق الدولة اللي هي تخش برضه في الانتخابات، واحنا نختار رئيسنا برضه عبد الفتاح السيسي. المشاركة في الانتخابات الرئاسية شيء ايجابي لتحديد مصير. أستاذ جمال، واضح إن الناس يعني عندها انتماء طبعا للبلد، واضح ده جدا وده بيظهر وقت الأزمات، فهل نتوقع أن تكون المشاركة في الانتخابات القادمة يعني العدد كبير؟ إن شاء الله، لأنه زي ما بقول لحضرتك من خلال حتى يعني متابعتي الشخصية ومن خلال اللي سمعناه من المواطنين اللي سجلت معهم حضرتك في التقرير ومن خلال دراسات كتيرة جدا، في الحقيقة يعني هناك وعي كبير جدا لدى المصريين، خد بالك، وإنه المصري ده ما حدش يعرف يضحك عليه، وفي نفس الوقت عمره ما يفرط في بلده، وهو يدرك تماما يعني الفرز، يعرف يفرز، هو فريز، لأنه في النهاية دولة بحجم مصر، مش يعني حجم مصر ده مش حجمها إن عدد سكانها وخلاص، لا، عدد سكانها ده يعني عنصر من عناصر التقييم، لكن مصر كدور فاعل في المنطقة والإقليم وفي العالم، واحد. اتنين، مصر بحضارتها وثقافتها وقوتها، مصر كدولة يعني يتعمل لها ألف حساب. قولا واحدا أنا بتكلم الكلام اللي يعني الواقعي فيما يتعلق بالنظرة للدولة المصرية، وبالتالي هنا المواطن المصري هو في هذه اللحظات يعني هو واقف قدام الصندوق قايس الدولة المصرية وحجمها، قايس الدولة المصرية وحجمها، وبالتالي هو حريص على انه يختار الشخصية المناسبة، واحد. اتنين، انه ايضا المشاركة هنا في رأيي ستكون مقبولة ومتميزة الى حد ما، لانه يعني هذه المشاركه تاتي مشاركه واسعه، لانه احنا خارجين منين؟ من تجربه ومبادره عظيمه جدا اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في
26 ابريل عام 2022 في افطار الاسره المصريه. تمام. المبادره دي الحوار الوطني. مبادره الحوار الوطني. طيب والمناسبه يعني هذا احدث حراك سياسي بالضبط. فبالتالي الحوار خلال عام ونصف العام شفنا على الهواء مباشره مش كده ولا ايه؟ اراء مفتوحه، سقوف كل الاحزاب المصريه، احنا بنتكلم عن 84 حزب شاركوا بالاضافه لما يزيد عن مثلا 30 او نحو 30 اخرين لسه في مرحله تقنين الاوضاع. وكنا التجربه نفسها جديده وكان في اقبال عليها بشغف واسع جدا من كل الالوان السياسيه والاطياف السياسيه والتيارات الوطنيه. وخدي بال حضرتك بس عشان تبقى الدنيا مترتبه. طيب الاحزاب دي كانت فين قبل الحوار الوطني وقبل مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاطلاق الحوار الوطني؟ ما هي كانت موجوده بس لم تكن على سطحها، لم تكن فاعله في الشارع. الناس دخلت هذه التجربه وعاشت وقدمت اراء وافكار وتوصيات، وتوصياتها لاقت قبول سريع وكان الرئيس يستجيب لها بخطوات سريعه جدا يعني ويكلف الجهات المعنيه بتنفيذها سواء اذا كانت تشريعيه او قرارات تنفيذيه. والاحزاب كلها كانت في الواجهه، تحدثت في الاعلام، تحدثت في الغرف المغلقه والمعلنه بنفس الخطاب لا فرق، وبالتالي كانت الحريه كبيره جدا امام الجميع. ويعني هذه التجربه الحقيقه يعني انعشت الحياه السياسيه من جديد وكتبت شهاده ميلاد جديده لسياسه بنكهه مختلفه. صدقيني السياسه عارفه انه يعني فيها حريه وفيها ديمقراطيه وكل الالوان السياسيه كانت تفتح اي موضوع تتكلم فيه. وكمان في حاجه انه الجميع تدرب وتمرن على الحديث بالمسؤوليه. خدي بالك يعني لم نلمس احد مع اختلاف طبعا مع القوى السياسيه، القوى السياسيه كلها، لكن في خطوط هم اللي صنعوها ايمانا منهم بالمسؤوليه. مفيش حد يتجاوز الخطوط الوطنيه مش كده ولا ايه؟ وبالتالي هم اللي حطوها، ما حدش قال لحد والنبي اعمل كذا او سوي كذا. الفكره ان من يشارك في البناء من الصعب ان يكون يد تشارك في الهدم. برافو عليك. وبالتالي وبالتالي هنا هذا الحراك لسه الباب مفتوح. اولا الحوار الوطني مستمر. السيد الرئيس اكد حرصه على استمرار الحوار وانعقاده. ليه؟ رغم ان هو كان المفروض يخلص في مفيش، لا هو تحدد موعد بدو ولم يتحدد موعد نهايته. الحوار اصل الحوار ده الحوار ده يعني هي كان في اراء ان هو مبادرة يستمر لغايه 20 30 وفي ناس قالت ان هو يخلص بسرعه وعشان النتائج بتاعته تظهر. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحده الذي يملك استمرار الحوار او توقفه لانه سيادته هو الذي اطلق المبادره. وبالتالي هنا الباب مفتوح للحوار الوطني مستمر. طب هذا الاستمرار يعني هل الهدف فعلا من الحوار الوطني هو تحقيق رؤيه مصر 2030؟ شوف الهدف انه مشاركه كل المصريين في كل الرؤى المصريه. خدي بالك حضرتك، ما هو انت هنا بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بتقول للمصريين تعالوا وكل المصريين اقعدوا على الترابيزه وقولوا ارائكم. راس الدوله المصريه ما ملوش حزب. كل دول احزابه. خدي بال حضرتك، وحد اكبر السيد الرئيس انه في 26 ابريل 2022 يطلق المبادره؟ اكيد لا. طب هذه اطلاق هذه المبادره بتعكس ايه؟ صدق واراده وقوه واحترامه لكل الرئيس عبد الفتاح واحترامه وايمانه الكامل بضروره ايه؟ فتح المجال العام وفتح السياسه وان الجميع يجلس على مائده واحده وطاوله واحده ويقول رايه. وده حصل وده حصل وتمت استجابات. احنا نشوف المكاسب. خد بالك مش بس توصيات. وما ننساش الله وحجم الافراجات اللي حصلت نتيجه الاراء والراي والراي الاخر واحترام الراي الاخر ولجنه العفو وتفعيل لجنه العفو ومطالبات مجلس امناء الحوار بقرارات العفو التي يعني كفلها الدستور للسيد الرئيس او حتى سلطه النيابه العامه في اعاده النظر في ملفات المحبوسين. كل هذا مكاسب كبيره جدا حدثت ولا ينكرها سوى
يعني مش عايز اقول جاحد، ولكن لا تنكر لانها واقعية. وبالتالي هنا انعكاسات هذا الحوار وهذا الحراك انا في تصوري ستكون واضحة وبقوة امام صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. وانه هنا في سباق، احنا بنتحدث عن امال وطموحات وسياسية كبيرة، كل حزب عاوز له يبقى له ثقل. فضلا عن انه انت بتتكلم عن ديمقراطية، طب اهو لازم تشارك عشان تبقى في ديمقراطية، مش كده ولا ايه؟ عاوز تعددية. هو الحزب ايه غاية الحزب؟ انه يصل للحكم، سواء من انتخابات رئاسية او برلمانية او حتى محلية، مش كده ولا ايه؟ طيب انت قدامك الفرصة، وبالتالي هنا انت لو بقيت سلبي انت اللي هتدفع الثمن، وابنائك واحفادك والاجيال اللي جايه هتدفع الثمن. بقيت ايجابي يعني، بس الحوار الوطني اسهم في خلق ثقة اكتر. ثقة، لانه الناس كمان زي ما انا اقول لحضرتك انه جدد الدماء داخل شرايين السياسة المصرية، خدي بالك. فانت يعني ده برضو خلى الناس جاهزة للمشاركة السياسية طول الوقت. وان كل حزب بيدور على مصلحته. بمعنى ايه مصلحته؟ مصلحته في سياق عام، في سياق وطني اقصد، انه مصلحته انه لازم يبقى ممثل في مجلس النواب، فبالتالي عشان يبقى ممثل يبقى موجود في الشارع، يروح التواجد دي مهمه، التواجد طبعا، فيقول لا لاي مرشح او اي مرشح، انا برضو بتكلم في المشاركه العامه. وبالتالي تواجده تخليه في المحليات، تخليه في مجلس الشيوخ، تخليه بيدعم مرشح رئاسي بعينه. وبالتالي هنا هذا التواجد ستكون له انعكاساته، لانه خدي بال حضرتك في جديه بلمسها في رؤساء الاحزاب. انا شخصيا وانا يعني ممكن اقترب من 30 سنه في الصحافه والعمل السياسي ومراقبتي حتى من خلال تغطيه السياسه او مشاركه فيها، في الحقيقه لم اجد هذه الجديه من قبل على الاطلاق. وفي عزيمه واصرار واراده على انه الاحزاب تثبت وجودها في الشارع، وبالتالي ده سينعكس في المشاركه، لانه كل حزب هيبقى حريص جدا على انه يقدم ابنائه. اكيد. طب استاذ جمال هيطلع بفاصل اخير ونرجع نكمل معاك. ماشي، فاصل ونعود. اهلا بكم من جديد. مره اخرى برحب بضيفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال الكشكي، رئيس تحرير الاهرام العربي وعضو مجلس امناء الحوار الوطني. اهلا بك استاذ جمال. اهلا وسهلا بحضرتك. تعبناك معانا شويه بس. لا ده انا سعيد جدا وانا اتشرفت، وعاوز اقول لحضرتك مش مجامله، انا متابع برنامج حضرتك بشكل دقيق، ويعني بحب اتفرج عليه دايما. شرف لي، اشكرك. في الجزء الاخير احنا عايزين نركز على ابرز الملفات المطروحه على مكتب الرئيس القادم. متخيل ان خلاص خلصنا الانتخابات، الرئيس القادم هيقعد على مكتبه، ايه ابرز الملفات اللي هيدرسها علشان استمرار عمليه البناء؟ طبعا استكمال بناء الدوله، اولا فكره الحفاظ والاستمرار على بناء مفهوم الدوله الوطنيه لابد ان يكون حاضر بقوه، خد بال حضرتك. والحفاظ على يعني الثبات ورسوخ مؤسسات الدولة وسط التحديات دي أمر لا يقبل القسم على وجهات النظر. واحد، اتنين، إنه إحنا في وسط عالم متغير ورمال سياسية متحركة، وبالتالي إحنا أمام يعني لحظة تتطلب الهمة السياسية والاستراتيجية للحفاظ وصون الأمن القومي المصري، خد بال حضرتك. لانه اي تحدي اخر من السهل انه يبقى رايح جاي، لكن في ثوابت زي ما بقول لحضرتك، الامن القومي المصري بكل ابعاده من مختلف الاتجاهات الاربعه، ده امر يعني لابد ان يكون حاضر وبقوه، وليس على طاوله السيد الرئيس وحده، ولكن في عقل وقلب كل المصريين، لأنه الأمن القومي يساوي الوجود المصري. واحد، تلاتة، أنه إحنا بنتكلم طبعا في يعني بنى تم خلال الفترات الماضية وإصلاح اقتصادي. الشغل الشاغل للمواطن دلوقتي
يقول لك طب انا هعمل ايه في الاسعار؟ هعمل ايه في الدولار؟ ده بيتقال صح؟ ده الكلام اللي الشارع كلام الشارع. انا في تصوري انه من الملفات التي يعني ستكون يعني تحت بصيرة ورؤية الرئيس وتستمر من اجل يعني حلها. ويعني انا في تصوري ايضا انه هذه القضية لم تغب لحظة عن عقل القيادة السياسية. لانه اي قائد سياسي خلينا نقول من مصلحته انه يعمل اعلى شيء لكل مواطن. لكن وانت بتعمل كل شيء في حزبة، في سياق عام، لانه انت كقائد دولة بحجم مصر ما بتتفرجش بالقطعة، لا تتصرف بالقطعة، تتصرف وفق استراتيجية ورؤية وإلى آخره. وبالتالي انت امام يعني اصلاح اقتصادي او معالجات لأزمات اقتصادية منتظرة، ده امر مهم جدا. يعني الامر الاخر برضه تحديات كمان كثيره، في تحديات، ما هو ده التحديات دي تحت الامن القومي. لانه انت النهارده يعني انت يعني هل حضرتك جاهز لانك تواجه الاشتعالات في الجنوب والاشتعالات في الغرب والاشتعالات في الشرق؟ ما ده سؤال مطروح. دي ثلاث ملفات في منتهى الخطورة وفي منتهى الأهمية. وبالتالي هنا يعني انه والمواطن عارف ده كويس جدا. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، انت لما بتقعدي في مكان عام وتسمعي كلام الناس والناس العادية، ولا تركبي وسيلة مواصلات، ولا وتشوف الناس بتتكلم ازاي عن اللي بيحصل في الحرب على غزة، وموقف المصريين عامل ازاي، وفخرهم بالموقف المصري، خدي بال حضرتك. وبالتالي كل انت امام ملف ايضا بعنوان انه لابد ان يكون حاضر وبقوه، السياسه الخارجيه، خدي بال حضرتك انت ازاي تسير على كل هذه الالغام دون ان تصاب. خد بالك، لانه هنا حرفت وحنكت وحكمت ورشد الدولة المصرية في التعامل مع كل هذه السياسات والملفات الخارجية. وبالتالي في الحقيقة يعني المهمة يعني صعبة، لكنها يعني مصر قدها وقدود بعون الله. لكن في النهاية أنا بقول حاجة، إنه السنوات المقبلة هي سنوات بعنوان جني الثمار. هل الدعايه الانتخابيه متوازنه؟ لاني اعتقد الشركه المتحده اعطت 100 دقيقه لكل مرشح، فهل تعتقد انها في عداله في توزيع الاعلانات والدعايه لكل مرشح؟ اولا انا بحيي الشركه المتحده على هذا القرار الحقيقه، لانها يعني انصفت الجميع، وفي نفس الوقت احدثت الشركه المتحده توازن مهم جدا. وانا من خلال متابعتي لردود الافعال لهذا القرار من المتحده يعني بصراحه لقى يعني ترحيب كبير جدا من كل الاحزاب التي لها مرشحين، وكل القوى السياسيه لها مرشح، وده هذا امر طيب. لكن خليني اقول لحضرتك انه الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي تتابع بدقة، خد بالك، تنفيذ والالتزام بالضوابط أو تنفيذ القوانين المنظمة للضوابط العملية الدعاية الانتخابية وفق لما نص عليه القانون، وبتتابعها ومنعا يعني استحواذ مرشح على حساب الآخر، أو يعني انفراد مرشح، أو يعني حصوله على مكاسب أكبر من أو فرص أكبر في الدعاية. وده أمر يعني وفقا للقانون والدستور أمر يعني موجود وثابت، وأنا يعني واثق أنه بالقانون والهيئة الوطنية للانتخابات هي مسؤولة عن كل متابعة كل المرشحين جميعا، وهم على السواء لدى الهيئة الوطنية للانتخابات. وبالتالي يعني ما فيش قلق من فكرة الدعاية الانتخابات. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، وأنا سعيد بلقاء مع حضرتك. وبشكركم مشاهدينا، وتبقى كلمة، الحقيقة مشاركتك في الانتخابات الرئاسية ده يدل على انتمائك لهذا الوطن.
وتأكد دايما أن صوتك يحترم ويسمع. لكم تحياتي، أنا رانيا هشام، وإلى اللقاء.